حصانة 10 أيام بالبيت، حصانة 10 أيام، خمسة يعني كانوا هذول الدواعش، خمسة بس بحلتنا يروحون ويجون من يمنا، اللاسلكي بيدهم كانوا. والله حتى ابني الطفل صغير ابن بنتي نحط له منوم ونومه حتى لا يطلع صوت، يعني تكرم حتى هاي الشحاطة ما نطيق نطلع مبور مواهم مين يطلعوا. ايش قالوا لهم مقابلنا عوائل؟ قالوا لهم اطلعوا من هوني، اطلعوا 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 من هوني، احنا اختبينا احنا. والجوع اسكت، هاي خليها الجوع، ميتين جوع بيا، نقلي فطاير ونطعم الاولاد، وهي حصتنا زين نطير الاولاد برضه يسكتون. تزامنت حملات المشروع العربي بالتعاون مع مكتب مكاتب المشروع العربي حملات إغاثية مستمرة، حملة رغم الألم نصنع الأمل. تضمنت هذه الحملة، شملت ما تجاوزت ألف وكسر من كسوة نسائية ومواد غذائية، وزعت على أهالينا في مدينة الموصل من الجانب الأيمن. استقبال النازحين كانت استقبال جيد، وظروفهم ظروف طبيعية مأساوي وظروف مؤلمة وقاسية. نحن بدورنا مكاتب المشروع العربي قمنا بسد ما يحتاجون إليه، ولو بأبسط شيء ما يحتاجه النازح في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. طبعا طلعنا على مشاكلهم أيضا وعلى وضعهم المأساوي والمؤلم. نحن بدورنا نقوم بالاستمرار في حملاتنا، ولحد هذه اللحظة وإن شاء الله حملاتنا مستمرة ومتواصلة إن شاء الله في المشروع العربي بإذن الله. منار لبيب المفتي، عضو في المكتب المشروع العربي. وضعيتنا تعبانة والله، لا شغلة لا عملة لا شيء. يعني ابني خذوا الدواعش اليوم من 15 واحد كان منتسب، والله وكوم عيلة برقبتي، والله بذلك عايشين يعني عيشة تعبانة لأبعد الحدود. بس الحمد لله يعني من جانا الجيش الحمد لله شوية يعني وضعنا تعدل، هاي المساعدات ولا موتنا انتهينا احنا، ها والف الحمد لله، عسى الله يديمهم ان شاء الله ويوفقهم. الناشد القنوات يعني الكل تسمعنا، احنا تسمع صوت اهل الموصل، احنا تعبنا، احنا نريد من عندكم يعني ما قصرتوا كليتكم، بس نريد يعني نريد شغل، نريد توفرونا شيء، يعني ما متوفر ماي كهرب ايه. والله حاصرونا ما خلوا احد يطلع، حاصرونا والله ما خلونا نطلع، والله احنا 11 يوم احنا بالسرداب ما ماكلين، الله وكيل كل شيء، يعني عشنا على البسكت والشربت يسردون به الأطفال، يعني يتريقون يتغدون شربت، الله وكيل هاي العشناء، يعني هاي عشت أهل الموصل، وهاي 3 سنوات والله لا شغل ولا عمل، ويومية ما الماي ما الكهرب ما اللي يفتح له بسطية يريدون من عنده يومية 5000 دينار، يعني وضعية كثيفة. والناشد يعني من الله ومن عندكم تدحقون علينا بالماي والكهرب، وانتم ما قصرتوا ويانا. هذه منطقة مدخل الطيران، حي الطيران، يعني حي الطيران بالضبط ايه. والمنطقه مثل ما تشوفون يعني الاتحاديه هم خلف الله عليهم دا يساعدونا ويجيبون لنا الماي، ومرات يعطونا مساعدات من عندهم واكلهم، الف خلف الله عليهم والله يحفظهم ايه. الناحيه الامنيه كلش زينه، وال شويه بعدوها قبل 10-15 يوم كان توقع هاونات وماونات، هسه بعدوها وخط الصد ابتعد عنا شويه ارتحنا. والله الصحيه اكو مستشفيات يعني مثل المستوصف عيادات لي ايه، يم القنصليه اكو عياده، واسعاف واقفه هنا بالراس الفرع، اللي يحتاج شيء علاج ما علاج ينطوك وقت يعني، وهم خلف الله عليهم. احنا من حي طيران، و يعني دخلوا علينا الجيش، ها
حفظهم الله يعني مزينين، وهم يعني ما خلينا قصور يعني الشرطه الاتحاديه يعني ما خلصوا يعني قصور ويانا، اكلهم وياهم شربهم وياهم، حتى الماء يجيب لنا هو يعني ما مخلي قصور يعني. بس معتازين احنا مثل ما تقول يعني الغاز هذه، وتعرف سوريا يعني الفلوس ما فلوس، العالم كله ما عنده فلوس، عايشه على هالمواد على هيش على هذه. وتعرف عندنا اطفال، احنا اطفال يعني يريدهم حفاظات، يريدهم يعني شغلات يعني ملابس ما ملابس، تعرف هسه الاطفال ايه هو الحليب ما حليب ولا ذي، اي مره واحده وزعوا حفاظات هالشغلات ولا ذي وبطلوا يعني بعد ما يجينا، اي اكثر شيء يعني قام يجينا مواد يعني بس. دورنا الأساسي يا أخي العزيز هو مهمة القتال، تحرير الأرض وطرد داعش من كل أراضي العراق، وبالإضافة إلى هذا الواجب أيضا واجبات إنسانية، منها توزيع المساعدات على المناطق المحررة وعلى الناس المتواجدين ضمن هذه المناطق. والله هذه منطقة الطيران اللي هي محاذية للمطار، اللي هي أول حائط صد يعتبر لدخول القوات الأمنية، والله يجزيهم خير، القوات الأمنية دخلوا دخول شجاع، وخصوصا القوات الشرطة الاتحادية وضباطها تقريبا الكل عاملون معاملة إنسانية وقدموا أرواحهم يعني لخدمة اللي باقي من، لأن هم ما يقدرون يفرقون بين الداعشي وغير الداعشي، بس هي تصرفوا بكل حكمة وبكل مقدرة وإنسانية، وتقدموا وضحوا وأمنوا لنا المنطقة. أما من الناحية الأخرى الطعام أو الشراب، حاليا إحنا كأنه منطقة مقطوعة يعني، فقط المساعدات اللي تدخل وأيضا عن طريق الشرطة الاتحادية، والله يجزانه خير عقيد ذياب يعني ما خلى قصور نهائيا، أي مساعدة يجي بنفسه والله، يجي حتى سيرا على الأقدام راجلا نسميها، يجيب المساعدات ويحاول يوزعها. أنا عندي حاليا من منطقة وادي حجر إلى الحاوي عندنا تقريبا أكثر من 300 إلى 400 عائلة، فنحاول بقدر المستطاع وبجهودكم إن شاء الله يعني نحاول نوزع لأكبر قدر ممكن من الإغاثة للمواطنين، وإحنا مقبلين على موسم صيف، فاللي نرجونه من أي مسؤول أو أي شخص يطيق يقدم الماء، لأن هسه إحنا في أمس الحاجة لماء الشرب لهذه المناطق. وهذا واحد دمرونا كثير، ما خلونا ناكل ولا نشرب ولا طعمونا، كل شيء ما طعمونا، كانوا يجمحوا واحد يودوه على المقار يجلدوه يذبحوه يقتلوه يسوون به، كانوا يدرسون طرقة زي طرقة ويعلمون على سلاح يقتلون واحد، أنا أصلا ما أدوم بالمدرسة ضجت بطلت، فرحت للبيت قلت أنا بطلت، قعدت بالبيت ما أشوف لك، جابوا واحد قتلوه جلدوه سووا بيه ما موتونه من الجوع. ألف الحمد لله جمع خلصونا من داعش، والله فرد مرة خلصونا كنا ميتين جوع، والله فرد مرة موتونا جوع، قاموا ياخذون المنتسبين وقاموا يعذبوهم يوميا، أنا بيع جقاير يوميا جايين ياخذوني والله يومية، والف الحمد لله، والله شرطة الاتحادية معاملهم فرد مرة زينة الحمد لله، والله زينين ويعني معاملتهم فرد مرة زينة، والله أشكر القوات الأمنية والف الحمد لله. احنا نشكر أول شيء القوات الأمنية ونشكر الشرطة الاتحادية من قائدها إلى أصغر جندي بيها، هذول كلهم أخواننا وولدنا وهم شرف وإحنا نشرف بيهم. أنا عندي منتسبين، ابني منتسب والاخ يشتغل بالمطار، فاتوا علينا القوات الامنيه على البيت، الغلط لاهل المنتسبين، الغلط يعني الغلط كلمه معنى الكلمه غلط، فاثناء ما غلطوا علينا بنتي جاوبته ضرب بنتي ضربت واحد منهم، ما ضاربوا وشحشطوا بنتي واخذوها على الامنيه، وابني الى حد ابني بنتي عاد طلعوها عذبوها وطلعوها، وابني الى حد الان ما اعرف مصيره وين، مجهول ميت او طيب،
فنطلب من القوات الأمنية تحرير السجناء وتحرير العوائل اللي جوعانة ويعانون من الجوع. أهل الموصل انظلموا وانظلموا ظلم فظيع. ما كلها هي دواعش، ناس شرفاء، ناس قاعدة ببيوتها ولا حول ولا قوة. وأشكر قناة صلاح الدين من مديرها إلى كادرها جميعا، وأشكركم.